بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أعزائي؟ نحن بخير الحمد لله يا أستاذنا. هل أنتم مستعدون للدرس؟ نعم نحن مستعدون ومشتاقون للدرس. حسنا، هل باسل موجود معنا؟ نعم هو موجود. نعم أنا حاضر. طيب باسل، طيب السلام عليكم باسل. وعليكم السلام. طيب what is the meaning of this Quranic word in the English language? ما معنى لهذه الكلمة القرآنية في اللغة الإنجليزية؟ معناها في اللغة الإنجليزية cattle. طيب صحيح، الأنعام the cattle. Alif Lam Al meaning the cattle. An'am, yeah. Simply an'am meaning cattle. Al an'am, the cattle. The cattle. طيب. هل أنت تستطيع أن ترتل هذه الكلمات القرآنية؟ نعم، الحمد لله. أنا أستطيع أن تتلو أن أرتل، أن أتلو أو أن أرتل. أرتل معنى I recite. أن أرتل هذه الكلمات القرآنية. أن أرتل هذه الكلمات القرآنية. ممتاز، تفضل اقرأ بصوت حسن. حسنا، أنا أحاول. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة. طيب ممتاز، هل تعرف أين وردت هذه الكلمة القرآنية في القرآن الكريم؟ Reference is there. هل تعرف أين وردت هذه الكلمات القرآنية في القرآن الكريم؟ قل وردت هذه الكلمات القرآنية في سورة النحل. في سورة النحل. صحيح. 1667. طيب. انظر على الشاشة. Okay. These are the pictures of an'am, cattle. Okay. هذه السورة للأنعام. Grazing animals. طيب. أين فاران أحمد؟ هل فاران موجود معنا؟ نعم هو موجود. نعم أنا حاضر. طيب السلام عليكم ورحمة الله فاران. وعليكم السلام ورحمة الله يا أستاذنا. طيب ما معنى لهذه الكلمة القرآنية في اللغة الإنجليزية؟ معناها في اللغة الإنجليزية cow. طيب cow. طيب ممتاز، هل تستطيع أن ترتل هذه الكلمات القرآنية؟ حسنا، أنا أحاول. طيب تفضل اقرأ بصوت حسن.
إنها بقرة صفراء. بقرة غنة. هناك يعني إخفاء إخفاء. بقرة إنها بقرة صفراء. ممتاز. طيب هل تعرف أين وردت هذه الكلمات القرآنية في القرآن الكريم؟ قل هذه الكلمات القرآنية وردت في سورة البقرة. قل سي قل هذه الكلمات القرآنية. قل هذه الكلمات. قل I'm saying to you. I'm saying to you. قل قل means say. Okay. قل say after me. هذه الكلمات القرآنية. هذه الكلمات القرآنية. وردت في سورة البقرة. وردت في سورة البقرة. صحيح. في سورة البقرة. And reference is chapter 2, verse number 70. طيب. انظر على الشاشة. انظر على الشاشة الآن. ما هذه؟ ما هذه في السورة؟ هذه بقرة. هذه بقرة. اوكي هذه بقرة. فاران صحيح. هذه بقرة. هل انت رأيت البقرة؟ هل انت رأيت البقرة؟ Have you seen the cow? نعم. أين رأيتها البقرة؟ أين رأيت البقرة؟ قل هل رأيت البقرة في حديقة الحيوانات؟ Have you seen that in zoo? نعم. طيب قل أنا رأيتها في حديقة الحيوانات. Follow me, after me. أنا رأيتها في حديقة الحيوانات. في حديقة الحيوانات means zoo. حديقة الحيوانات means zoo. أنا رأيتها في حديقة الحيوانات. I have seen it in the zoo. That is the meaning. Okay, طيب. هذه بقرة أيضا صحيح. طيب أين ماهد؟ هل ماهد موجود معنا؟ نعم هو موجود. طيب نعم أنا حاضر. أنت حاضر. طيب ماهد السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما معنى في هذه الكلمة القرآنية؟ ما معنى لهذه الكلمة القرآنية؟ نعم الحمد لله. ما معنى لهذه الكلمات القرآنية؟ العجل ما معنى؟ ما معنى معناها العجل. No. العجل معنى في الإنجليزية. العجل هذه الكلمة القرآنية. Okay. الكلمة القرآنية العجل. العجل word, Quranic word. What is the meaning of this Quranic word in the English language? ما معناها في اللغة الإنجليزية؟ هذا السؤال
لك. ما معناها في اللغة الإنجليزية؟ لا ليس ما معنى. قل معناها في اللغة الإنجليزية وبعد ذلك ما معنى في اللغة الإنجليزية in English. The calf. Al-ijlu, child of a cow. The calf. Okay. ما معنى في اللغة الإنجليزية the calf. ما معناها في اللغة قل معناها في اللغة الإنجليزية the calf. قل معناها في اللغة الإنجليزية. No. Don't say قل. I am telling you, I'm commanding you, قل. Like for example, when I say sit and stand up, sit down, like this one. قل. In the Holy Quran, it says قل هو الله أحد. Okay. قل يا أيها الكافرون. قل basically meaning say, proclaim, say, speak like that. قل say. So I said قل say after معناها في اللغة الإنجليزية لهذه الكلمة the calf. This is the only meaning. Okay. This is that was I meant. طيب. انظر على الشاشة الآن. Look at the screen now. هل أنت تستطيع أن ترتل هذه الكلمات القرآنية؟ نعم الحمد لله أنا أستطيع أن أرتل هذه الكلمات القرآنية. هذه الكلمات القرآنية صحيح. طيب تفضل اقرأ بصوت حسن. حسنا أنا أحاول. ثم اتخذتم العجل. طيب أين وردت هذه الكلمات القرآنية في القرآن الكريم؟ هذه الكلمات القرآنية في سورة البقرة. هذه الكلمات القرآنية وردت في سورة البقرة. صحيح. Reference chapter 2 verse number 52. طيب. انظر على الشاشة الآن. ما هذا في الصورة؟ هذا عجل. طيب هذه بقرة وهذا عجل. قولوا هذه بقرة وهذا العجل. وهذا عجل. هذه بقرة هذه because بقرة the last letter تا مربوطة. Okay, that is feminine. هذه بقرة عجل وهذا عجل because تا مربوطة is not at the end after lam. طيب أين أتى الخبير؟ هل أنت موجود؟ أنا موجود. نعم هو موجود. هو موجود. نعم أنا حاضر. أنت حاضر. طيب السلام عليكم ورحمة الله. أتى الخبير؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذي. طيب ما معنى في اللغة الإنجليزية لهذه الكلمة كلمة القرآنية الخيل؟ ما معناها في اللغة الإنجليزية؟ معناها في اللغة الإنجليزية horse. طيب the horse. طيب تذكروا جيدا remember this clearly and perfectly. خيل horse. A horse. Al khaylu, the horse. Al, using al, alif lam, in the beginning of a word, meaning the, article the. Al khaylu, the horse. Qul. Al khaylu, the horse. Al khaylu, the horse. Khaylun, a horse. Khaylun,
ايوه طيب اوكي ما هذا هذا خيل هذا خيل هذا خيل طيب انظر على الشاشة الصافن والجمع الصافنات الصافن مفرد كلمة واحدة اوكي الصافنات جمعها الصافنات ما نعم. معنى ما معنى لهذه الكلمات القرآنية في اللغة الإنجليزية خاصة الصافنات 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 وردت في القرآن الكريم الكلمة الصافن لم نجد في القرآن الكريم لكن الصافنات موجود الصافنات الكلمة الصافنات موجودة في القرآن الكريم سؤال لك a question to you ما معنى لكلمة القرآنية الصافنات في اللغة الإنجليزية ready horses ما معناها في اللغة الإنجليزية ready horses ready horses طيب الصافن the horse that is ready to go الصافنات the horses جمع يعني plural the horses that are ready to go الصافنات الصافنات وردت في القرآن الكريم okay الصافنات هذا في هذه الصورة you know الصافن الصافن واحد يعني ready to go هو مستعد للذهاب طيب العادية العاديات العادية يعني العاديات جمع لهذا كلمة العادية ما معنى لكلمة العاديات في اللغة الإنجليزية معناها في اللغة الإنجليزية fast horse معناها في اللغة الإنجليزية fast horse yes fast running horse used in the battle fast running horse used in the battle العاديات العاديات والعاديات fast running horses used in the battle okay والعادية العاديات 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 هو جمع لكلمة العادية طيب هذه الكلمات القرآنية أولا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والعاديات ذبحا الصافنات الجياد okay the references have been given here okay أطال خبير هل أنت تستطيع أن ترتل هذه الكلمات القرآنية نعم الحمد لله أنا أستطيع أن أرتل هذه الكلمات القرآنية ممتاز تفضل اقرأ بصوت حسن أولا من والخيل والبغال حسنا أنا أحاول تفضل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون طيب والعاديات ضبحا الصافنات الجياد طيب أولا reference سورة النحل chapter 16 verse 9 والعاديات ذبحا سورة العاديات chapter 100 and verse 2 and الصافنات الجياد سورة الصاد chapter 38 verse 32 remember الصافنات الجياد fast horses which are ready to go okay and these are basically mentioned in the Quran with regards to the horses of Prophet Solomon, Prophet Hazrat Sulaiman alayhi salatu wasalam, as-safinat. Tayyib.
these are, you know, horses in the this picture. Okay. انظر على الشاشة الآن في هذه الصورة الصافنات الجياد والعاديات أيضا. You know, look, والعاديات. والعاديات ذبحة. Chapter 100. So these are, okay, طيب. أين فاران منيب؟ هل هو موجود معنا؟ نعم، أنا موجود. نعم، هو موجود. No, no, فاران منيب. هل هو موجود؟ نعم أنا حاضر. أنت حاضر بفضل الله تعالى. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فاران؟ أنا بخير الحمد لله يا أستاذ. يا أستاذ. طيب. أوكي. البغل البغال. البغال هذه الكلمة القرآنية وردت في القرآن الكريم ما معناها في اللغة الإنجليزية؟ البغل معنى البغال. البغال وردت في القرآن الكريم لكن لا نجد البغل في القرآن الكريم. البغال، البغال جمع لكلمة البغل. ما معناها لكلمة البغال في اللغة الإنجليزية؟ هذا السؤال. في اللغة الإنجليزية mule. The mules. Okay. طيب. The mule. البغل. The mule. البغال. The mules. That's fine. Okay. ما في هذه الصورة؟ الخيل أو البغال؟ البغال. البغال. Okay. So هذه البغال. The mules. طيب. انظر على الشاشة الآن. الحمار. الحمير. الحمار وردت في القرآن الكريم. وكلمة الحمير وردت أيضا في القرآن الكريم. ما معناها لكلمة الحمار في اللغة الإنجليزية؟ وما معنى لكلمة الحمير في اللغة الإنجليزية؟ هل أنت تستطيع؟ معناها في اللغة الإنجليزية. معناها في اللغة الإنجليزية ما معنى؟ حمار، دونكي. الحمار دي دونكي. تذكروا جيدا ال الف لام ال no. is equal to دي in English في اللغة الإنجليزية. Okay. تعريف اللام لام التعريف ال الحمار دي دونكي. الحمير ما معناها الحمير؟ معناها في اللغة الإنجليزية the donkeys. The donkeys. The donkeys. طيب. ما هذا في هذه الصورة؟ الحمار. الحمار ليس الحمار. أوكي. الحمار دي دونكي. طيب. وما هذا، ما هذه في هذه الصورة؟ حمير. هذا حمار أو هذه حمير؟ حمير. حمير جمع. Because these are the three donkeys. Okay, the three donkeys in Himarun. The, in no no not Himarun. Himar one donkey. Hamirun. 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 Yani this is Hamirun. And the in this picture you can find three donkeys. Okay, and the plural system of Arabic language starts with three. Minimum three. There should be three. If there are two, then they will be dual. But in this picture they are three, so it means they can be called Al-Hamir. Okay, Al-Hamir means donkeys. Three donkeys are there. Okay, tayyib. Now, can you see in this picture? انظر على الشاشة الآن. وما هذه في الصورة؟ These are the donkeys as well. Remember, حمار and its plural is حمير. Another way
of himar, plural is humurun aizan. Okay, sometime in the Arabic, the plural has two, three words. There are two, three words for the plural. So himar wahid, one donkey, himarun. Hamir, plural. And other word for plural for the donkeys is humurun. And both words, hamir and humurun, have been used in the Quran. So in Surah Al-Muddathir, we find ka'annahum humurun mustanfira. Humurun, yani the donkeys. And mustanfira, you know, those who have been run away because of the frightening or because of some fear, they have run away. But it is not showing in this picture. This picture is not a humurun. This is just you concentrate on the word humurun, means the donkeys. Otherwise, you know, these donkeys, 1, 2, 3, 4, they are enjoying the cool breeze. Okay, and they are ready to, you know, as they are standing, that their selfie should be taken. Can you see that? Naam. Naam. They are quite happy, satisfied, and content. Opposite to the meaning of mustanfira. Mustanfira means those donkeys, humuru mustanfira. You know, Allah Ta'ala has given this parable or this example of those weak-minded people. And those, you know, those foolish people who are not following the guideline of the of Allah the Exalted, you know, just like they are, like they are the donkeys. Ka'annam humuru mustanfira. Anyway, can you see this picture? Oh yeah. Naam. 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 This donkey, what it is doing? It is shrieking, shouting. Okay, maybe it is singing. Maybe it is singing, and it is crying out. It is yelling, crying out like that. Okay, it is producing voice. And the Holy Quran in Surah Luqman, Allah Ta'ala says, "Inna anqara al-aswati la sawtul hamir." The most unpleasant voices, you know, the surely one of the most unpleasant voice, the voice of the donkeys. Okay, in ankar al aswati la sautul hamir. Inshallah, when you will memorize Surah Luqman, you will find this verse. But look, this, he is trying to sing, you know, the donkey is trying to sing, but very, very unpleasant voice, which is very hard for human ears. Okay. Now, Farhan Munib, هل أنت تستطيع أن ترتل هذه الكلمات القرآنية المباركة؟ نعم، الحمد لله. أنا أستطيع أن أرتل هذه الكلمات القرآنية. ممتاز. تفضل. اقرأ بصوت جميل. حسناً، أنا أحاول. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ممتاز. كمثل الحمار كأنهم حمر مستنفرة. طيب ممتاز.